مرحبا، امبارح رحت على السوبر ماركت عند سبينس ولقيت عندهم بالبراد مخبى بامية عضوية صغيرة. إذا عايشين بالإمارات بتعرفوا نحن ما على طول بنلاقي البامية الصغيرة، بنلاقي على طول الكبيرة، سو قلت أكيد لازم أعمل أكلة بامية وأرجيكم. أنا كتير كتير بحب البامية، ما بعرف عندكم بالبلدان كيف بيعملوها، إذا بيعملوها مع لحم مع دجاج، بس أنا لما بعملها بعملها بس نباتية، سو رح خبركم كيف بعملها، وبعمل حتى كينوا ما بعمل رز. خليني أرجيكم كيف. Thank you.